لبنان اسلام ومسيحيه وتعايش مشترك، ويا زلمه شو بدك بهالحكي؟ نحن قادرين نعيش مع بعض بكل محبه، واصحابنا من كل الطوائف، اللي خربتنا هي السياسه وهالطقم التعبان، بحردونا ضد بعضنا، ونحن مجتمع منفتح، نحن بنتقبل بعضنا بكل شيء، نحن لا عنصريين ولا طائفيين، ونترك كل واحد يعيش على دينه مثل ما بده، بس انه يا خيي هيدي الخمور والشرب والالكول انه تنباع بالمناطق المسيحيه وبلاها بالاسلاميه، عم تخرب الشباب وكل منطقه لها طابعها ولها خصوصيتها، مش فلتانه كيف ما كان، هيك بالنبطيه مثل طرابلس سابقا، الالكول ممنوع ينباع حتى بكيس اسود، الفرق بين طرابلس والنبطيه كفرمان تحديدا انه هالمره ما في اعلانات رح تنشال ولا في محلات رح تنحرق، ولكن في عريضه من رجال دين موجهه لمحافظ النبطيه عم بيتم التوقيع عليها لمنع بيع البيره بالمنطقه، بوقت اللي جزء كبير من سكان المنطقه عم بيشوفوا هالحمله نوع جديد من الارهاب والترهيب بين الشيعه وبين المسيحيين. تقرير شو عم بيصير بكفرمان ونرجع منتابع حوارنا على هون. كفرمان هي لنا خمارة وما بنقبلها تكون خمارة. أنا كرئيس بلدية بلتزم آخر شيء بالقانون اللبناني. هذا القانون هو اللي سامح اللي عنده مواصفات إنه يكون عنده محل كحول. هذا الشيء في ناس بيعجبها وفي ناس ما بيعجبها. بغض النظر عن قناعاتنا وطقوسنا اللي بنأديها الدينية. إذا تقدمت بالبلدية عريضة، أنا في إلي مرجعية اللي هي سعادة محافظ النبطية، أنا برفع للمحافظة، سعادة المحافظ هو بياخذ قرار. بعد قرار وزير الداخلية بانتخابات البلدية، بلشت مجموعة من البشر تعمل استطلاع لآراء الناس من باب محلات المشروب وتخويف الناس، في مين عم يحرك هذا الموضوع لخلق بلبلة بالمنطقة اللي تاريخياً معروف في هاي المنطقة بتعايشها الإسلام المسيحي. بلشوا هلأ يهددوا بأسماء كبيرة إنه هاي المحلات بدها تسكر. أحد الأشخاص بكفرمان اللي مش معروف تاريخه بعد شو هو، اسمه علي شكراون، بيقول إنه في قيادات فاتت بهاي القصة لتسكر المحلات، يمكن عبد الله بري، مصطفى بري، هو ذكر من هول الأسماء. إذا عندهم هن بالقانون يسكروا هول المحلات يحكينا. نحن نعرف كيف كل إنسان عم بيقوم بهاي المهمة، نقول له مينك أنت ونسمي له كل شيء عامله هو من الاجتياح الإسرائيلي لحد اليوم. الإفادة كله بيرجع لإسرائيل، إني عم ينفذوا مخطط إسرائيلي لأنه وصلت إنه مين مع المقاومة ومين ضدها. والحمد لله كل اللي قايمين بهاي الحملة لهم تواريخ معروفين بالاسم، ورح يوصل نهار نفضحهم كلهم. كل إنسان حمل سلاح مع إسرائيل بدها تنشر صورة لإله، كل إنسان تاجر بدم الناس ودولارات المزورة رح ينفضح، من اللي رقص للإسرائيلية للي زور دولارات. لحد اليوم ما بعنا ولد تحت 18 سنة، بس فوتوا أطفال على الجوامع، لعبوا بعقول الناس بالجوامع تحت السن القانوني. عم نفتح مطعم قيد الإنشاء بعده مش خالص، عملوا له دعاية إنه هذا للدعارة وهذا نايت وهذا بار وهذا ملها ليلة، عملوا لنا كمان دعاية. أول ما فتحنا بالمحل من عملك من 5 سنين ولع شي دواليب قدام المحل عندي، وبعض الفيديو موجود عندي. أكبر نسبة مبيع الكول بالعالم هو بجنوب لبنان. يمكن العالم عم تهرب من مواضيع كتير تروح لجهة الكول. المشروب بالنسبة لإلي صح، لأنه في حال بدهم يمنعوه عنا بالضيعة بدها تبلش العالم حشيش ومخدرات، ونحن لا عم نغصب العالم تيجي لعنا بالقوة، ولا عم نوقف نبيع ببلاش ونقول لك يلا تعا فوت على المحل، هالمحل لكل العالم. هني من زمان عم بيفكروا فيه للموضوع، يعني هلا طلع معهم انه يقوموا بهذه الحملة. وبنقول لهم الله يعطيهم العافية، إذا هني رجال دين لازم يشتغلوا بشغلات ثانية غير هذه المواضيع، لازم يشتغلوا بشغلات يقربوا الناس من بعضها مش يبعدوها عن بعض. بالنهاية هني مش لحالهم قاعدين بهذا البلد يعني.
بدهم يحترموا غيرهم وغيرهم بيحترموا. نحن اللي حامينا الدولة اللبنانية. هلا وقت ما بتقول الدولة نحن مش مسؤولين عنكم مش حامينكم، ساعتها نحن بنحمي حالنا. واللي بده يعمل حملة ضد محلات المشروب هو قادر انه يروح يعمل حملات توعية بطرق تانية، مش يجي يسكر محل المشروب. بس انه يجي يقول انا بدي سكر محل المشروب، اول شيء هو ما بيكون عم يعمل انجاز، لانه اللي بده يشرب بيشرب، لو بده ينزل على صيدا بيجيب مشروب بيشرب، او عكفر او عكفر او عمر جيون وما كان واحد بيوصل بيجيب مشروباته بيشرب. هيك ما بيحدوا من المشروب، وما في عدد كبير من العالم ما كان في 8 محلات بالمنطقة شغالين كلهم يعني، والعدد كبير هن من يعني من البيئة العامة موجود. إلي مثلا 20 سنة بشرب، يعني بتاخدي عمري 32، أنا واقع على محلات كحول، توقفت 17 يوم برسمال ترك تنبيرة، هذا بشال سماحة بتفجيراته ما بتفجيراته جاي بده يفجر ويعمل، هذاك معه مصاري الله نعم عليه، نحن فقرة معطرين بدهم يتلكموا علينا ويتبلونا وهيك. أما كلبجول وحطوني بالنظر من ورا تنك تنبيرة، أنا بعدة أنا من ناحيتي ظلم، لأنه اللي متعود على مشروب وعلى الهدى مش بين ليلة وليلة حيجي يترك لك إياه يعني، ويفوت مثلا يفوت على الجامعة يتوضى ويصلي يعني، مش ظابطة نهائية. راح أستقبل معي فضيلة الشيخ غالب ظاهر، أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ بحكي جالس حتى تجاوبنا على كل هيدي التساؤلات، خاصة من بعد ما هيدي القضية طلعت للرأي العام. فضيلة الشيخ، هيدي المحلات إلى 5 سنين عم بتبيع بيرة وعم بتبيع غير أنواع من الكحول وموجودة، شو عدا ما بدا اليوم بتكون توقفوا هيدي المحلات؟ والشباب عم بيقولوا أو اللي عم بيبيعوا إنه أكبر نسبة استهلاك للكحول عم بتكون بالنبطية. يعني الموضوع مش هيك بهالموضوع بهالبساطة، إنه مثلاً أنه فئنا بعد 5 سنين فئنا بالمسألة هذه. يعني ضد هذه الطريقة، لأنه عرضوا في أحد الوسائل الإعلامية قضية مسمى تفجيرات أو ولعوا دواليب أو كذا. أنا ضد هاي الفكرة وضد هاي الطريقة اللي فيها عنف وخارج عن نطاق القانون والمسائل هذه كلها سوا. نحن يعني ولو بشكل تأخرنا مثلا بعد 4-5 سنين كنا عم نفتش على شو، على شأن قانوني أو مادة قانونية بالقانون اللبناني يسمح لنا ويجوز لنا أنه نتفاهم مع مين. ليتو مادة تحت القانون أحد تحت القانون. ليتو مادة لأين مادة قانونية؟ إذا في مجال أقرأ لك إياها أستاذ بشكل سريع. تفضل. بشكل سريع، لا تعطى الرخصة بفتح دكاكين ومخازن مسكرات في المحلات القريبة أقله 100 ذراع من الجوامع والتكاية، التكاية هذه موضوع المسافرين الفقراء يعني، والمدارس والمدافن، ولا في اتصال الفرغ والكذا، ولا أمامها، ولا في المحلات المهولة بالإسلام. نعم. يعني إذا كان في بيئة واحدة مثلا فقط. هل في بيئة واحدة بالنبطية؟ في عادة في بيئة واحدة، بس نعم في عندك مسألة. في عندنا كله ما في بيئة، يغلب تغلب مش عم أتكلم معين. أنا لا مش عم أتكلم مش عم اتكلم يعني بالمعنى مثل كفر رومي. لا لا، طبعا عم تلغي المسيحي، مشان هيك بالماده اللي عم تحكي عم تلغي المسيحي لما بتقلي نحن لقينا ماده لحتى نسكر المحلات. خلينا نتكلم المسيحي، خلينا نتكلم في المسيحي قبل كل شيء. انا بيتصلوا في الاخوان المسيحيين بيقول في عندنا مناسبه 1-2-3 في مجال تستقبلنا شيخنا، بيستقبلنا قدام الحسينيه. نعم. بالمناسبات بمناسبات مثلا كان في مثلا كان وفاه او في شو اسمه، اكثر من هيك بشهر رمضان بيعزموني وين على الكنيسه لتحت، كذلك الامر بشهر رمضان بيفطر عندهم بيحترموني. حتى على موضوع الكحول يعني هيدا شيء منيح، حلو التعايش، حلو كثير التعايش فضيله الشيخ. اكثر من هيك اصدقاء يعني بيجي مثلا ابونا مثلا منين مثلا من العيشيه قاعد بكندا، حلوين ونحن بنشد عليهم وعليكم، وهيدا شيء بنفتخر فيها المشهد. بس اما في قضيه الكحول، في قضيه الكحول موضوع ما عادش موضوع ما يسمى كحول فقط، في شيء متفشي وفي شيء ترويج. كيف يعني؟ يعني في ترويج وفي تفلت. كيف ترويج؟ يعني بمعنى مش الكبت بيولد التفلت، مش منع ترويج بمعنى منع الممنوع مرغوب، لما بيكون شغلي مباحة للناس ومتناول الجميع، إذا منعتهم بكفر رمان ما رأيت بالريبورت بينزلوا على صيدا الشباب وبيجيبوا كحول، قالوا بالريبورتاج. إيه بس تحولت لبيئة مضطربة عندنا نحن. كيف من ورا يعني كل يوم مشيك لهيك، كل يوم قدام المحلات. ما تحولت لبيئة مضطربة من ورا الحروب ومن ورا السياسة ومن ورا المخدرات. كل القضايا مرتبطة ببعضها، مرتبطة ببعضها، وكذلك الأمر نحن مثلا عفوا معنى يسمى أدنى الإيمان أن بشكل شو ناخذ قضايا شو أخلاقية يعني. بس مثلا أنا إذا يعني الناس هلأ يمكن يعني تسأل حالة أنه مش المخدرات أولوية مثلا، كمان المخدرات كذلك يعني، ما هذا مخدر مفضلك مولانا، هذا مخدر عفوا مالا، هذا مخدرات بس مشرع في شو ببعض الضوابط، ما هذا مخدرات. في صاحب المحل، في صاحب أحد مخدرات. المحلات اللي اسمه عفيف صالح كمان خليني أوضح شغلة، بس كان رح يكون ضيفنا اليوم على الهواء، ونحن اليوم بالعكس نحن ما منحب نخلق الفتن، ونحن منحب نقرب وجهات النظر ونستوضح من جميع الأطراف. هلأ عفيف
يلي كان شفتوه بالربورتاج عم يحكي ومستشرس كتير وعنده صور للايمين بالحملة وعم يرقصوا مع الإسرائيلية وعم يزوروا دولارات وحكي عن مصطفى بري وعن عبد الله بري وبدأ زج أسماء اللي فوق يعني عفوا عم يذر الرماد بالعيون اللي صار إيه يعني هذا الكلام الموضوع. كله اليوم يلي يعني ساعة مرة مثلا بيقول لك مثلا هذه شو أنت حملة انتخابية ساعة بيقول لك مثلا ضد مثلا رئيس البلدية إيه بس اليوم طلع بالريبورت حكي إيه. كلام خطير جدا حكي كلام كبير حكي عن تفاصيل بس وصلنا لوقت الحلقة من بعد كل اللي انعمل ضغطوا عليه الأحزاب ضغط إجي ضغط سياسي يمكن كان في إعلان عم ينزل خلال الويك أند لأنه تسموا عبد الله بري ومصطفى بري هل لهم علاقة مصطفى وعبد الله بري اللي ذكرهم كان التحرك عفوي بامتياز طب ليش بده يقول انه في احزاب وفي تدخلات ومراجع مثل ما قال كذلك الامر حملة انتخابية شو خص عن واحد بيعمل حملة انتخابية بيحط شعار الخمر شو نعم. الحملة الانتخابية هذه طيب اليوم عم يتهمكم هالشخص انه اليمين من وراء هيدي الحملة عنده لقلهم صور عم يرقصوا مع الاسرائيليين عم بيزوروا دولارات وكلها رح تنشر كذلك الامر خلينا هوني مثلا بهالمسألة هذه كمان في حج كذلك الامر مثلا عفوا معلش كان عم يتعاطى بالش اسمه صرح تصريحات معينة كان ينزل يصلح للاسرائيليين يطلع يصلح للاسرائيليين مثلا هيدا من وراء الكحول كمان لا مش من وراء الكحول اذا عم يفوت هالفوتة هذه هو يعني هو عم يفوت بموضوع ثاني صار بس عم بفهم منك عم تاخده ولا ما موضوع طائفي مذهبي ها موضوع تاني نحن خلينا موضوع هون بس اعطيني ثانية بس في شخص اسمه عفيف صالح صاحب احد المحلات يلي ببيع فيها كحول بمنطقة النبطية تحديدا كفر رمان صحيح خليني اسألك بس عم نعمل اخبار نحن اليوم على الهوى للنيابة العامة لانه كلام طلع على الهوى بيقول عفيف صالح انه بيملك صور لاشخاص رأسوا مع الاسرائيلية وبيملك صور واثباتات لاشخاص زوروا دولارات اليوم نطالب القضاء اللبناني يعمل تحقيق يستدعي لعفيف لحتى نعرف مين اني هودي الاشخاص أحسن. من هي من هم اصحاب هالصور لانه الاعلام منه اعلام لحتى ساعة البدن يقصدوه ساعة البدن ما بيش موضوع يجيب الحقائق مشكلة يصير الواحد يعني. يحمل حاله وينسحب وبيصير الاعلام محرض نحن وقت اللي بنوقف ليل نهار الى جانب اصحاب الحق مش حتى نجي لما نوصل للمواجهه ونوصل للحقيقه ونوصل لوجهات النظر كل وجهات النظر لنحل موضوع بيطلع الاعلام اخر شيء ما بيسوى استاذ جو انا صح انه مثلا حضرتك عم تبرئ مثلا مساله ما يسمى الاعلام والمساله هي كلها نحن عن شو عم نحكي عن كحول ليش ما نحكي بالانتخابات انا مع احترام لا شوي لحظه تفضل ليش ما نحكي يعني ليش ما نحكي بالانتخابات شو خص الانتخابات اي انتخابات ما له علاقه ما هو فات بالانتخابات كذلك ما هو الانتخابات هيدا عم بسمعها وفات عفوا معلي وفات بقضيه موضوعات عماله انا اول مره بسمع يعني في شغله عفوا حلو الواحد حلو الواحد بس بده يدير عمليه هلا عم يتبين انه في موضوع سياسي بينك نحن في عندنا موضوع عفوي تحرك عفوي مش لا موضوع لا سياسي ولا انتخابات ولا عمالي ولا شيء هذا الكلام ولا دولارات ولا شيء حتى بالتحرك العفوي حضرتك قريت لي مادة بالقانون أحسن. لا تنطبق على كل المحلات بالنبطية كفر رمان نحن عندنا عفوا معلش خليك بس جاوبنا على السؤال في بيئة عفوا بس ما بتنطبق ما في بيئة كيف ما في بيئة شو؟ في تطغى بيئة على أخرى بس ما في بيئة كبيئة عفوا معلش تنسجم مع هذا الشيء ما في عندنا بيئة هيك والدليل على ذلك هيدي العريضة شو؟ العريضة صارت يعني بتواكب 3000 صوت كذلك الأمر أكثر من هيك كذلك الأمر معلش حاول يلزقوها مثلا بمعنى بحزب ما في كفر رمان كحزب شيوعي كأنه هو مع الخمور والخمرات كان في عنده اتصل فيي بس اليوم بس عفوا يعني اليوم صرت عم تحكي أحزاب يعني عم طول بالك علي بس خليني أحكي أنا وياك بالموضوع بس معلش ما يعني ما بدي أحكي بدي أحكي بالموضوع هيدا ما بدي أحكي بالموضوع السياسي كل مرة عم نروح على السياسي وروح على الانتخابات وروح على الأحزاب ها تحرك عفوي إني عم يحاول يحطوه مثلا شو عم يخدوه القضايا السياسية تحرك عفوي يا فضيلة الشيخ أنا عم بحكيك عن الكحول ترجع بتقلي شيوعية وانتخابات ما أنا بدي خليه ما نحن ما دخلينه ما جاوبني بس عن هيدا الموضوع خلينا هون نحن يا فضيلة الشيخ اليوم ما بدي احكي لا عن البيئه المسيحيه ولا لما البيئه الشيعيه ها لما الشباب الشيعي يلي نحن نزلنا لتحت ونحن صورنا معهم متليين المحلات وعم يشربوا كحول اكثر من المسيحيين وبدهم يشربوا كحول واني فوق 18 ولما بيئه موجوده البيئة هيك هل الحل بيكون باقفال المحلات البيئه الاغلب وانه الشيعي عم تقولوا له روح على صيدا او على غير مناطق جيب ولا بتخلي محلات موجوده وبتعملوا شغلكم التوعوي بالجوامع والخطبات وغيره ما بدي انكم تخلقوا تحريض انكم تخلقوا نوع من التوعيه وما تعملوا طائفيه وما تعملوا مذهبيه بالخطاب بيصير بالجوامع وخاصة بالنبطية إذا بخبرك فضيلة الشيخ قدي عم يجينا شكاوى عن خطابات بالجوامع وحكيوا هلأ بالتحريض وعن التحريض لا في تحريض ضد التحريض لكن هناك تحريض قالوا لعبوا بعقول الناس بالجوامع يعني عم بيقولوا بالريبورت يا مولينا عم بيقول يعني مش إلغاء الكحول هو الحل يا فضيلة الشيخ عم نخرج الموضوع هيك بالطريقة هذه عفوا معلش تزعم الأفكار عم تخرجني عن الموضوع
يعني عم نجيب نحن عدة موضوعات وعدة شيء اسمه بدك تجاوب فيها مثلا شو بيجاوب مش بهالطريقة هذه. أنا اللي عم أقول مناسبة شو معلش أنت عم تقول ما بديش أحكي لا شيء ولا مسيح ولا شيء. في بيئة بتقول لك هيدي مثلا أنا هاي البيئة مثلا أنفر من هيدا الشيء. بيئة في بيئة موجودة ولكن الدستور أعلى من أي بيئة أعلى من أي قرار. لما بيقول هوني بالدستور إذا كانت البيئة هوني مثلا كبيئة هوني ولا أمام ولا في محلات مأهولة بالإسلام فقط ولا في المواقع لحظة. التي يرى ما بدنا نحرف قانون لبناني إيه بس أنا سمعته كثير منيح منه عم تحرف المادة المادة بتقول مثلا إذا إيه؟ مقابل جامع أو بلزق جامع أنا هيدا عم بفهمه بلا قريها فضيل خليك ما شوي طلعنا شوي ما عم يقول ولا في محل ولا في المحلات المأهولة بالإسلام فيني أخدم إيه تفضل صورها حتى نعم المأهولة بالإسلام موجودة تفضل مولانا يقرأوا لا تعطى الرخصة بفتح دكاكين ومخازن وحتى البلدية أنا عفوا معلي أنا كنت عن صديقي قريبة لا 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 حتى كذلك الأمر 100 ذراع ما في أنت كافية معلش فضيل الشيخ خليني أقرأ يعني هلأ لأني عم بقرأ المادة بدك تتحرف فيها ونحسمها ونمشي عم بقولوا لك 100 ذراع من الجوامع ماشي. والمدارس والمدافن مشان هيك قلت طيب. لحضرتك كفي. لا تنطبق المادة على محلات كفي. الكحول كلها كفيها كفيها والمحلات المأهولة بالإسلام فقط ولا في المواقع التي فيها محلات المأهولة بالإسلام شو المحلات البيئة إذا كل بيت بدك تعتبره مأهول لا, لا 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 يا فضيلة الشيخ طيب ارجع للقانون محلات مأهولة بالإسلام ولكن النبطية ما فيها بس إسلام أولاد النبطية هل هم مجرد مسلمين ليه عم نعمل هيدي التفرقة يا فضيلة الشيخ مش تفرقة أنا مصر يعني معلش مرة بعد مرة في إصرار على إلغاء المسيح من النبطية ليه عم نفوت بالتفرقة لأنه عم تستعمل مادة وتتحرف هيدي المادة مش أنا حاططها يا فضيلة الشيخ عم تحرفها مش عم تقول منطقة مأهولة من الإسلام فقط خلي قانون يعفهم عليك خلي قانون يحسم النزاع بيني وبينك كيف يعني خلي القانون ما حاولوا غير بلديات غير أشخاص يستعملوا القانون وما نجحوا يا مولا من فضلك شوي خلي انسان قانوني مختص بالقانون يحسم النزاع بيني وبينك هلا كل انسان بده يفسر لا 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 لا, لا, لا. مثل ما حضرتك عم حضرتك عم تفسرها وتقول اخر شيء ما نغلي المسيح انا عم بحكي عن الدستور اللي بيكفل الحريات انا ما بدي شيء يفصل انا ما بدي شيء يفصل بيني وبينك او يحكم بيني وبينك انا ناطر قانون يحصل بهيدي القضيه من الاخير هل رح توصل لنتيجه وتسكروا المحلات اذا كان القانون بيقول هيك انتهت المساله اذا كان القانون بيقول هيك القانون اللبناني مش بقايد انه بشكل طيب لا يعني نحن اليوم ما قريب اذا انتم رح تقدروا تسكروا هيدي المحلات ولا بالقانون بالقانون خليني احكي بالقانون ولكن القانون نحن بنعرف امام الضغوطات امام الضغوطات فضيله الشيخ غيرنا المواضيع والسياسيه هلا بدي احكي دين وسياسه بالتليفون يعني لا الضغوطات الدينيه والسياسيه نعم بتخلي القضاء بمعظم القضايا أنا بيقبل يفسر أنا بيقبل ببعض المحلات أنا بيقبل أنا بيقبل أستاذ الجو معلي هلأ نحن ناطرين القضاء بس أنا عم بقول لحضرتك فضيلة الشيخ اليوم في بلد تحكموا قوانين مدنية نحن بلد مدني صحيح آخرة النهار مش بلد لا ديني ولا بلد ما نحن متعايشين فيه نحن مش غير جيد عن البيئة ولا غريب عن البيئة بس خليني أسأل سؤال على هامش الحوار اليوم تفضل هلا حضرتك لانه كنت عم تحكي عن قالوا لي انه كنت عم تحكي تحت البريك عن شاب متحول جنسيا أحسن. وانه عم تقول بالدين هل يحق له ان يعمل هذه العمليه تحول جنسي ولا لا احسنت في عندنا مساله بالتشريع عندنا كذلك الامر انه انا كنت بدي احط لك اياها كذلك الامر فيما اذا كانت الهرمونات الذكريه او الهرمونات الانثويه اعلى نسبه فبجوز التحويل بالمساله هذه نعم إذا كانت الهرمونات الذكرية مثلا نعم شكرا لك فضيلة الشيخ رح أكتفي معك عليك. لحد هون نحن بانتظار القانون بهيدي القضية نحن بانتظار القضاء مع عفيف صالح كمان والمعلومات القدمة طالما هيدي القضية ما وصلت لحل توافقي بمنطقة النبطية نحن متابعين القضاء ونحن متابعين كمان الدولة اللبنانية كيف بدها تتعاطى خاصة انه هودي المحلات اخذين تراخيص ايه هذا غريب تراخيص ما هو هذا غريب كمان يعني لا لو ما بقول لهم حق ما بياخذوا تراخيص نحن رادارنا على هذا الملف في مجال رح نتابعه فضيلة الشيخ يعني. لا حكيت عن المادة القانونية وشرحت اللي بدك تشرحه ماني سألت ماني سألت عفوا نعم. كان في صديقي مولانا نعم. صديقي رئيس بلدية العايشية عم اسأله هالموضوع هيدي قضية القانون وكذا قال لي لحظة شوي فسأل قائم مقام الجزين باعتبار تابع لجزين بس من فضلك فبيقول له في مجال البلدية هي تمانع أو لا تمانع بعد ما بيعرضوا أول شيء أول شيء بتجي على الوزارات والبلدية هي التي شو تمانع أو لا تمانع نعم ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ كل ما عم يتقدم الزمن يوم نحن بال 2016 نتطلع إلى انفتاح أكثر مش إلى انغلاق مطلوب هكذا هذه القضايا مش شأنها تعمل انغلاق أكثر بلبنان بين الشباب اللبناني عم تحطي بموقع انغلاق أنا مش عم حطك لألك لحضرتك بس يعني ما عم حط كل من يطالب رح أقري لك خليني أقري لك بس بعض من الآراء يلي واردة إلى على البرنامج كمان بسام موسى بيقول قبل ما يلحقوا العالم شو بدها تشرب بالنبطية يجيبوا مية شرب أول شيء للعالم على اللي أرى سامي جواد بيقول حلال والحرام التزام شخصي مع الله ما بينفرض فرض بيمنعون يشتروا من الكفرمان بيشتروا من المغدوشي أو العدوسية أو الرميلي
مثلا. كمان شانتال الشاعر بتقول في كتير فرق بين عم تحكي عن الهويه الجنسيه بين المغيرين الهويه الجنسيه والمثليين الجنسيين، وهذا شيء بنعرفه نحن وضحناه بالحوار. شكرا لك فضيله الشيخ، بتمنى هذا الموضوع يكون من كل جانب وضحناه. العام برجع بقول نحن بانتظار القضاء والقانون بعد البريك.